السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في رحاب مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الجزء الثاني. ندرس اليوم صيغة المبالغة، ونتعرف المقصود بالصيغة المبالغة وأشهر أوزان صيغ المبالغة. لنتعرف الهدف الأول وهو المقصود بصيغة المبالغة، سنقرأ الأمثلة الآتية ونقارن بين الأسماء التي تحتها خط في المجموعتين الأولى والثانية. بالنسبة إلى الكلمة التي تحتها خط في المجموعة الأولى، عالم، ثم كلمة فاعل، ثم كلمة آمرة. المجموعة الثانية الكلمة التي تحتها خط علام، ثم فعال، ثم آمرة. نلاحظ أن الكلمات في المجموعة الأولى جميعها كانت اسم فاعل، أي من قام بالفعل. تدل هذه الكلمات على من قام بالفعل: عالم، فاعل، آمر. أما بالنسبة إلى الكلمات في المجموعة الثانية فهي أيضا تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل من القيام بالفعل، إلا أنها تختص بمعنى آخر، وهو كثرة القيام بالفعل أو المبالغة في الاتصاف به. عالم، علام، المبالغة في الاتصاف بهذا الفعل، وكذلك الشأن بالنسبة إلى فعال وأمارة. إذن المقصود بصيغة المبالغة هو اسم مشتق يدل على كثرة القيام بالفعل أو الاتصاف به. هذا بالنسبة إلى الهدف الأول. أما بالنسبة إلى الهدف الثاني، أوزان صيغ المبالغة. طبعاً لأوزان صيغ المبالغة هي أوزان سماعية، أي سمعت عن العرب، أي ليس لها قاعدة تقاس عليها. ومن أشهر هذه الأوزان موجودة في هذه الأمثلة. بالنسبة للمثال الأول، الأسماء التي تحتها خط: فنان، ووزن فنان هو فعال. إذن هذا الوزن الأول من أوزان صيغ المبالغة، فعال. المثال الثاني: معوان، ووزنه مفعال. هذا الوزن الثاني من أوزان صيغ المبالغة. المثال الثالث: سعيد، ووزنه فعيل. إذن هذا هو الوزن الثالث من أوزان صيغ المبالغة. المثال الرابع: فطن، على وزن فعل، وهذا هو الوزن الرابع. المثال الخامس: طموح، على وزن فعول، هذا هو الوزن الخامس. المثال الأخير: جوالة، على وزن فعالة، هذا هو الوزن الأخير والسادس. هذه هي أشهر أوزان صيغ المبالغة، وكما قلنا هي أوزان سماعية سمعت عن العرب، ولذلك ينبغي علينا أعزائي الطلبة أن نحفظها. الاستنتاج لصيغ المبالغة: أوزان سماعية أشهرها فعال، مفعال، فعيل، فعول، فعل، فعالة. صيغ المبالغة تشتق عادة من الأفعال الثلاثية. هذا توضيح نبينه. عادة صيغ المبالغة تشتق من الأفعال الثلاثية، فصدوق، على وزن فعول مشتق من الفعل الثلاثي صدقة، وسميع،
على وزن صيغة المبالغة فعيل مشتقة مشتق من الفعل سمع. وقد تشتق أحياناً صيغ المبالغة من الفعل الثلاثي المزيد، مثلاً كلمة معوان من الفعل أعانى، أعانى هذا الفعل الثلاثي مزيد بالهمز، ونذير من الفعل أنذر. إذن درسنا واضح وبسيط. الآن نختم درسنا بتدريب بسيط نعين فيه صيغة المبالغة ووزنها. الأمثلة الآتية: إن الله رؤوف بالعباد، صيغة المبالغة رؤوف على وزن فعول. قد يؤتى الحذر من مأمنه، صيغة المبالغة حذر على وزن فعل. إن ربك هو الخلاق العليم، صيغة المبالغة خلاق وعليم. الأولى خلاق على وزن فعال، والثانية عليم على وزن فعيل. وصف الرحالة غرائب البلدان، صيغة المبالغة رحالة على وزن فعالة. كن مطواعا لوالديك تنل رضاهما، صيغة المبالغة مطواع على وزن مفعال. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صيغة المبالغة صبار وشكور. صبار على وزن فعال وشكور على وزن فعول. نأخذ تمرينا آخر. هات صيغة المبالغة من الأفعال الآتية: صبر، صيغة المبالغة من الفعل صبر، إما أن أقول صبور أو صبار. هذا دليل على أن الفعل الواحد قد تكون له أكثر من صيغة مبالغة، صبور وصبار، نحو قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار. بالنسبة إلى حمد، صيغة المبالغة منه أما أن أقول حماد أو حميد. صام، أقول صوام وأقول أيضا صوامة. الفعل علم، يمكن أن نقول علامة، علامة، ويمكن أن نقول صيغة أخرى عليم. أغارة، يمكن أن أغارة صيغة المبالغة منها مغوار، مغوار مزيد على وزن مفعال. أكثر، مكثار. هذا كل ما سنأخذه في درسنا صيغ المبالغة. شكرا لكم أعزائي الطلبة، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله.